فاطمة تاني، قولي يا فاطمة. ألو؟ ألو؟ أي يا فاطمة؟ لو سمحت يا دكتور، المفروض أقعد إزاي قدام زوج بنتي؟ زي جوز بنتك زي ما بتقعدي قدام الدنيا كلها اللي ما تعرفيهاش. يعني بنتك اللي تقول لي أقعد إزاي قدام جوزي؟ فأقول لها هاويفر واتيفر شوكيفر، لأنك أنت حتة منه وهو حتة منك. هو بالنسبة لك يا أختي أه في حكم ابنك، لكن مش ابنيكي، لكن هو في حكم ابنك. ما تقعديش قدامه الله يرضى عليكي الا كانك قاعده مع الحاج عباس جار الجيران، بكل ادب ووقار وحشمه وستر كامل. ازيك يا ابني، عاملين ايه؟ وبطلوا بحكايه الحموات اللي هي 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 إيه، وتحط ايدها على كتفه والدنيا باينه والشبابيك والزي اللي متعلق من كتفها كده. قال ده جوز بنتي يعني ابني. لا مش ابنك يا اختي، وحتى المفروض مع ابنك ما تقعديش كده يا اختي، ممكن تقعدي براسك بس. يا رب تسمعوني، يا رب تفهموا الدين الجميل ده. جوز بنتك يا اختي مش هيتجوزك ليوم القيامه الا ان هو خلاص دخل بالعقد، حتى كمان ما تقولش في قاعده شرعيه كده بتقول العقد على البنات يحرم الامهات. يعني لو هو كتب كتابه على بنت اتحرمت امها عليه ليوم القيامه، اتحرمت، ده حكم شرعي مجرد ما يعقد بس. لكن لو عقد على الماما والمأذون كتب كتابه على فاطمة هانم اللي عندها 50 سنة ورجع قال يا نهار اسود ده عندها البيت زهرية ولا اسمها لوتس، جميلة جمال ملوش مثال. بقول لك يا حاجة فاطمة انت طالق وما دخلش عليها فممكن ياخد بنتها، انما لو كتب كتابه على بنتها مستحيل يتجوز امها. مش معنى انه مستحيل يتجوز امها ان امها تقعد قدامه بالحمالات وتبين له سمنه الدراع اللي كده وتنهز وتضحك ويمكن تكون اجمل من بنتها. وهو بقى طبعا ما هوش ابو بكر الصديق، احنا مش ناقصين وجع قلبه وفتن. وبعدين انا قلت قبل كده مفيش داعي للقعاد مع اي حد في الدنيا. يعني القعاد مع حماتك ده ولا قعادك مع جوز بابنك ده معناه ان في موضوع، يعني مش قاعدين رحراحه كده. رحراحه دي مع مراته، هو خد البت من عندنا وراح هناك يلعبوا بس ميه، هيد اند سيك، هيد اند سيك، يشكمونا يجروا ورا بعض يتنططوا. وانت بقى في الضروره يعني عيانه يسال عليكي، جاي يزوركم جايب لكم حته لحمه، كل سنه وانتم طيبين يا فندم والحمد لله ربنا يطمن عليكم، مش عايزه حاجه. وانت برضو لو ليكي جوز يبقى انت فاضيه له ما تسلمتوش النمر ولا حاجه، يبقى الوجب حته اللحمه ومؤدب خد بعضه ومشي، راح للكتكوته اللي خدها مننا يجي يهب بيه عندنا، جاي لضروره. الضروره دي يعني معناها في حاجه، مش الرحراحه دي بهدلتنا. انا عايز اعرف ايه سبب وجود عيل خد كتكوته عندنا كان هيموت عشان نجوزها له. خلاص في بقى حاجات اقعد ازاي زي كانك قاعده مع الحاج عبد الشكور.